صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كما تصاب الأجسام بالأمراض تصاب الأرواح بالأمراض أيضا، ومن أمراض الروح الجفاف الروحي، أن الإنسان يكون عنده جفاف أو تصحر روحي. والمقصود بالجفاف الروحي هو عدم الرغبة أو التفاعل أو الإقبال على القضايا الروحية والمعنوية. فترى بعض الناس عنده عزوف عن أي قضية روحية، أي قضية معنوية. هذا له مظاهر، من مظاهره الصلاة الساهية، إن الإنسان يصلي وهو ساهٍ يفكر في أشياء أخرى، القراءة، التلاوة القرآن المجردة التي لا يتفاعل فيها الإنسان من داخله، الصوم، الصوم الظاهري، إن الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب لكنه لا يمتنع عن المفطرات السلوكية الأخرى، عن الغيبة والنميمة والزور وما شابه ذلك. يعني لا يصوم صوما باطنيا أيضا، الصوم الباطن مكمل لصوم الظاهر. قسوة القلب، قسوة القلب هذه أيضا من علامات الجفاف الروحي. إذا الإنسان صار عنده جفاف روحي ماذا يفعل؟ عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من تلاوة القرآن، أن يكثر من قراءة الأدعية المأثورة، أن يهتم بحضور إلى المساجد، حضور إلى الحسينيات، لأن هذه الأمور تلين القلب. القلب تارة يكون قاسيا فيصبح عند الإنسان جفاف روحي، وتارة يكون لينا. من علامات القلب اللين هو التفاعل مع القضايا الروحية والمعنوية، هو التفاعل الوجداني والعاطفي مع المواعظ، مع الحكم، مع العبر. الآن إذا واحد قلبي قاسي تشوفه في المقبرة وينكت ويضحك ويتكلم في قضايا الدنيا وكأن الموت قد كتب على غيره، هذا تجد قلبه قاسيا، لا يتأثر بحالة جنازة أمامه، بحالة وفاة. إذن القلب ينبغي للإنسان المؤمن أن يسعى لكي يكون قلبه لينا. ومن أسباب لين القلب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، مصادقة الصالحين، مجالسة العلماء، الاهتمام بذكر الآخرة، بذكر الموت والحساب والجزاء، وأن الإنسان محاسب يوم القيامة، هناك حساب، هناك عقاب. فالإنسان كلما تذكر الموت، كلما تذكر الآخرة الذي يجعل قلوبنا قاسية، قسوة القلب تجعل الإنسان لا يتأثر بأهم ما يراه، الأشياء التي تهز الضمير تجده لا يتأثر وكأنه من حجارة أو من صخر. بينما القلب اللين، القلب الذاكر لله، دائم التفكر، دائم الانفعال مع ما يحيط به، ذلك نتيجة أن القلب يكون لينا وقريبا من الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. Thank you.